نلتقي اليوم في الحفل الافتتاحي لمهرجان المسرح العربي الذي تحتضنه مدينة الرباط من 10 إلى 16 يناير، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نسأل الله، وبدعم قوي من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة والرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح. ومدينة الرباط ومعها عدة مدن مغربية ستعيش خلال هذه الفترة على إيقاعات المسرح ودقات الخشبات وأداء الممثلين وتفاعل الجمهور والنقاد والمهنيين في هذا الحفل المسرحي العربي الكبير المهدى للإخاء والسلام. فباحتضاننا لهذه الدورة من هذا المهرجان العربي للمسرح، وهي الدورة المتميزة ببرمجة جد غنية ومتنوعة، هذه الاستضافة تساهم في خلق دينامية جديدة ستسمح للمسرح المغربي أن يكون دائم الحضور داخل المجتمع ويساهم في تنويره والرقي به. وهي مبادرة ستنضاف لكل الجهود المبذولة وطنيا من أجل النهوض بالمسرح المغربي، سواء من خلال الدعم المادي واللوجستيكي للإبداع المسرحي وترويجه وتطوير آليات اشتغاله، أو من خلال إحداث مسارح بمختلف مناطق المملكة، أو من خلال دعم وتنظيم المهرجانات المسرحية. من سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة والرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، تنظم كل من وزارة الثقافة بالمغرب والهيئة العربية للمسرح الدورة السابعة لمهرجان المسرح العربي. المسرح سيد الفنون، المسرح احتفال، فرجة، تفاعل ما بين المبدعين والجمهور، فمرحبا بالجمهور. المسرح أيضا
احتفال وذكرى بقاء وخلود بفنانين الفنان الراحل الخالد محمد قصطاوي. أطلبكم على حضرتكم من محطات حياته الذاكرة. شكرا محمد قصطاوي.